السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. اليوم معي الشانجان CS75+ فئة السبورت 2022، خلوكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذا التقرير للتعرف على المواصفات والأسعار. خلونا في البداية نتعرف على مواصفات السيارة الخارجية. المصابيح الأمامية من نوع الـ LED مع الـ LED النهاري الممتد. تصميم الإضاءات الأمامية جميل. أوكي، كشافات الضباب من نوع الهيلوجين مع لمسات باللون الأحمر. شبك التهوية الأمامي مطلي باللون الأسود اللامع. شبك التهوية الأمامي عليه كاميرا الرؤية الأمامية، هذه هي. رادار مثبت السرعة موجود بالأسفل، بالإضافة إلى مواصفات تحذير ما قبل التصادمات. الإطارات مقاس 225x55، أما مقاس الرنجات 19 باللون الفضي والرمادي. إشارات الانعطاف على المرايا الجانبية المطلية باللون الأسود مع الكروم، وهذه هي كاميرا الرؤية الجانبية. بالإضافة إلى مواصفات تسخين المرآة الجانبية. سمارت كيلس انتري، الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب المطعمة بلمسات من الكروم. طلاء باللون الأحمر أسفل الأبواب. فئة السبورت عليها فتحة السقف البانورامية وقضبان السقف مطلية باللون الأسود اللامع. وهذه خلفية الـ CS75+. الإضاءات الخلفية من نوع الـ LED، شكلها جميل جدا. جناح أعلى نافذة الخلفية. وهذه كاميرا الرؤية الخلفية. أربع حساسات ركن على الصدام الخلفي. بس الشيء المميز اللي عليها أربع منافذ للعادم، ما شاء الله تبارك الرحمن، مع وجود أيضا كشاف خاص للضباب. ومن المواصفات المميزة أيضا الباب الخلفي يفتح كهربائيا. مساحة التحميل الخلفية تقدر ب 620 لتر، وبعد طي مقاعد الصف الخلفي تصبح المساحة 1450 لتر. منطقة مساحة التحميل الخلفية لها إضاءة صفراء. مواصفة منفذ الطاقة على ما يبدو غير متوفرة، يعني هذه السيارة ممكن تطلع رحلات، فهذه المواصفة مهمة بالنسبة للأشخاص اللي يطلعون رحلات. أسفل هذا الغطاء عدة فك وتركيب الإطارات، وأكيد إطار السبير الاحتياطي موجود بالأسفل. وطبعا إغلاق الباب الخلفي عن طريق هذا الزر. ماكينة الـ CS75+ مكونة من أربع اسطوانات توربو بسعة 2000 سي سي 2 لتر. قوة هذه الماكينة مع وضع بنزين الـ 95 229 حصان، ومع وضع بنزين الـ 91 224 حصان، والعزم 360 نيوتن متر. تتصل هذه الماكينة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الأمامي. ومثل ما تشوفون مساعدات رفع البونيت تلقائية. بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 13 كيلو 700 متر، والتقييم ممتاز، وسعة خزان الوقود 58 لتر.
ركوب الشانجان CS75+ في مقعد الصف الخلفي بصراحة مريح، وبالنسبة لمساحة الركوب مثل ما نشوف هذه هي المساحة بيني وبين مقعد السائق، المساحة تعتبر جيدة. بالنسبة للمواصفات مثل ما نشوف هذه هي فتحات التكييف الخلفية موجودة، بالإضافة إلى منفذ USB لشحن الهواتف مع مساحة بسيطة للتخزين، تنجيد المقاعد من الجلد باللون الأحمر، والمقاعد طبعا مخرمة. وهذه هي التكاية، التكاية عليها حاملات الأكواب. ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي. وهذه فتحة السقف البانورامية العملاقة. الإضاءات الداخلية LED. مقعد السائق بتحكم كهربائي، وطبعا مقعد السائق والراكب الأمامي جايين بتصميم رياضي. أما مقعد الراكب الأمامي بتحكم يدوي. طيب نسمع الآن صوت تشغيل CS75+. وطبعا تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر الموجود بجانب تشغيل المكيف. اختبار مستوى العزل بعد اغلاق باب السائق. مستوى العزل جيد جدا، اختفى الصوت بنسبة 85%. بالنسبة لمواصفات السيارة الداخلية، عجلة القيادة مكسوب الجلد مع تطعيمات باللون الأسود اللامع واللون الفضي. بالنسبة لمجموعة الأزرار الموجودة على عجلة القيادة، تصفح شاشة المعلومات الموجودة على العدادات، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث، وعندنا أيضا التحكم بميديا الجهاز السمعي. وعن اليسار أزرار التحكم بمثبت السرعة، وطبعا مثبت السرعة راداري، عندنا أيضا التحكم بمستوى صوت الجهاز السمعي. العدادات عبارة عن شاشة مقاس 7 إنش من نوع LCD، السرعة القصوى 240. نشاهد الآن معلومات الشاشة، معلومات القيادة على المدى القصير ومعلومات القيادة على المدى الطويل. عندنا أيضا قياس ضغط الإطارات، مسافة الرحلة، معدل السرعة. وهذه معلومات الجهاز السمعي. عندك ثلاث اختيارات بالنسبة لتصميم الشاشة، هذا الوضع الكلاسيكي، نغيره إلى الوضع الرياضي، وهذا هو الوضع الرياضي. عندك أيضا التصميم العادي، وعندك أيضا الاختيار التلقائي. شخصيا أنا حبيت التصميم الكلاسيكي، ناسبني أكثر. طريقة تصفح الشاشة يحتاج لك وقت إلى أن تتعود عليه. إحصائيات أنماط القيادة، وضعية النورمال والسبورت، والوضعية الاقتصادية إيكو. هذه الرسائل التنبيهية، وعندك هنا قراءة الأنظمة المساعدة للسائق. وبس هذه كانت أبرز المعلومات الموجودة على شاشة العدادات. طيب هذه الشاشة الملونة اللي تعمل باللمس، مقاس 12.3 إنش. نشاهد محتويات هذه الشاشة، هذه خريطة الملاحة، خيارات الجهاز السمعي، موجات الراديو، اتصال الهاتف بالشاشة عن طريق البلوتوث،
وهذه هي اعدادات النظام. اختيار اللغة عندك، مستوى العرض، اعدادات الجهاز السمعي، اتصال الانترنت بالشاشة، وهذه هي اعدادات السيارة، اعدادات المرايا الجانبية، اعدادات فتحة السقف، اعدادات الاضاءات الخارجية والداخلية للسيارة، اعدادات الانظمة المساعدة للسائق، اختيار حساسية نظام التصادم الامامي. عندك ايضا التحكم بالتكييف عن طريق الشاشة. هذه اعدادات نظام التكييف. نشاهد الان الكاميرات المحيطية. هذه هي، هذه كاميرا الرؤية الامامية، وهذه كاميرات الرؤية الجانبية، وهذه كاميرا الرؤية الخلفية مع الخطوط الارشادية. وعندنا ايضا مشاهدة الكاميرات بعدة زوايا. ننتقل الان للاسفل. التحكم بالتكييف اوتوماتيكيا، والتحكم عن طريق اللمس، اوكي. هذا هو زر تشغيل واطفاء السيارة. طيب، اسفل هذا الغطاء منفذ اليو اس بي المتصل بالشاشة، ومنفذ طاقة 12 فولت. طبعا جير سيارة اوتوماتيك من 8 سرعات. هذه مكابح التوقف الكهربائية، وهذا نظام الاوتو هولد. وعندنا هنا مشاهدة الكاميرات المحيطية عن طريق هذا الزر. عن يمين الجير عندك التحكم بمستوى صوت الجهاز السمعي، وعندك ايضا تبديل تراكات ميديا الجهاز السمعي. اسفل هذا الغطاء الجرار حاملات الاكواب. اوكي، عن طريق هذا القرص نختار وضعيات القيادة. السيارة يتوفر عليها 3 وضعيات مثل ما نشوف الان على شاشة العدادات. الوضعية العادية نورمال، الوضعية الرياضية سبورت، والوضعية الاقتصادية ايكو. وهذه هي السدة، تفتح على جزئين. الجهاز السمعي مكون من 6 مكبرات صوت. بالنسبة لسلامة وحماية الركاب، السيارة يتوفر عليها 6 وسائد هوائية أمامية جانبية ستائرية. المواصفات عن يسار السائق: التحكم بمستوى ارتفاع المصابيح الأمامية، مساعد نزول المنحدرات، ومانع الانزلاق تراكشن كنترول. اوكي، وعندنا بالأسفل فتح خزان الوقود، وفتح وإغلاق الباب الخلفي، وموجودة هنا مساحة للتخزين ممكن نحط عليها العملات المعدنية. وعلى باب السائق فتح وإغلاق النوافذ، نافذة السائق تفتح وتغلق بلمسة واحدة. التحكم بالأقفال مع التحكم بالمرايا الجانبية. نشاهد الآن المواصفات الموجودة بالأعلى. مرآة الرؤية الخلفية عادية. عندك هنا مجموعة التحكم بالإضاءات الداخلية، الإضاءات الداخلية LED ما شاء الله، التحكم بفتحة السقف البانورامية، هذه شماسة السائق، عليها المرآة مع وجود إضاءة بالسقف. ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي. وبالأخير هذا هو الدرج اللي أمام الراكب الأمامي. وهذه كانت الشانجان CS75+ فئة السبورت 2022 واردز هيل بهوان. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة. 10300 ريال عماني، أي ما يعادل 100360 ريال سعودي، أي ما يعادل 26750 دولار أمريكي.
يشمل هذه السيارة التأمين والتسجيل مجانا مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، أيهما يأتي أولا؟ هذا شكل مفتاح السيارة، فتح إقفال مع فتح وإغلاق الباب الخلفي، والسيارة يتوفر عليها نظام التشغيل عن بعد. لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية للشانجان CS75 Plus 2022. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.